مرحبا أصدقائي، اليوم سنكتشف حرف الهاء وحرف الواو وحرف الياء. يلا نبدأ بحرف الهاء. باش نكتبو حرف الهاء نرسم نصف دائرة في اتجاه اليمين، ثم دون رفع القلم كنرسمو حلقة صغيرة وكنكمل فوق السطر الرئيسي بهذا الشكل. هاء، قرأوا معايا. هاء هاء هاء. حرف الهاء كنكتبوه هكذا، كتبوا معايا. هاء هاء. نعم، حسن جدا. نتعرفوا الآن كيفاش ننطقوا حرف الهاء مع الحركات، ولكن قبل أجي نديروا مراجعة للحركات. هذه هي الفتحة، كتكون فوق الحرف، وهذه هي الضمة، حتى هي كتكون فوق الحرف، وهذه هي الكسرة وكتكون تحت الحرف. نبدأ بالفتحة. لقراءة حرف الهاء مع الفتحة دائما كنفتحو فمنا هكذا. ها، عودوا معايا. ها ها ها. يلا اكتبوا معايا. ها ها. الآن نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الهاء مع الفتحة. هدية. الآن حرف الهاء مع الضمة. لقراءة حرف الهاء مع الضمة كنجمعوا فمنا هكذا. هو، عودوا معايا. هو هو هو. يلا كتبوا معايا. هو هو. الآن نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الهاء مع الضمة. هدهد. الآن حرف الهاء مع الكسرة. لقراءة حرف الهاء مع الكسرة كنبتسمو هكذا. هي، عودوا معايا. هي هي هي. يلا اكتبوا معايا. هي هي. الآن نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الهاء مع الكسرة. هلال. الآن نقوم بتذكير للحرف، حرف الهاء. عودوا معايا. هاء هاء هاء. الآن نقوم بتذكير للحرف مع الحركات. حرف الهاء مع الفتحة ها ها ها. هدية. حرف الهاء مع الضمة هو هو هو. هدهد.
حرف الهاء مع الكسرة هي 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 لالون. الآن نجمع الحرف مع الحركات ها هو هي ها هو هي ها هو هي. مراجعة. أين هو هي؟ نعم، حسن جدا. هي هو الهاء تحت كسرة. أين هو ها؟ نعم، حسن جدا. ها هو الهاء فوق فتحة. الآن ندوز الحرف الواو. باش نكتبو حرف الواو كنبداو برسم دائرة صغيرة وبدون رفع اليد كنرسمو خط منحني نحو اليسار في اتجاه الأسفل بهذا الشكل. واون. قرأوا معايا. واون واون واون. حرف الواو كنكتبوه هكذا. كتبوا معايا. واون واون. نعم، حسن جدا. نتعرفوا الآن كيفاش نطقوا حرف الواو مع الحركات. نبدأ بالفتحة. لقراءة حرف الواو مع الفتحة كنجمعوا فمنا عاد كنفتحوه هكذا. وا. عودوا معايا. وا وا وا. يلا اكتبوا معايا. وا وا. الآن نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الواو مع الفتحة. ولد. الآن حرف الواو مع الضمة. لقراءة حرف الواو مع الضمة كنجمعوا فمنا هكذا. وو. عودوا معايا. وو وو وو. يلا اكتبوا معايا. وو وو. الآن نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الواو مع الضمة. ورود. الآن حرف الواو مع الكسرة. لقراءة حرف الواو مع الكسرة كتبتسم هكذا. وي. عودوا معايا. وي وي وي. يلا اكتبوا معايا. وي وي. الآن نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الواو مع الكسرة. وسادة. الآن نقوم بالتذكير للحرف. حرف الواو. عودوا معايا. واون واون
واون. الآن نقوم بتذكير للحرف مع الحركات. حرف الواو مع الفتحة و و و ولد. حرف الواو مع الضمة و و و ورود. حرف الواو مع الكسرة وي 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 وسادة. يلا الآن نجمع الحرف مع الحركات. و و وي و و وي و و وي. مراجعة. فينا هو و. نعم حسن جدا. و هو الواو فوق فتحة. فينا هو و. نعم حسن جدا. و هو الواو فوق ضمة. الآن نمر الحرف الياء. باش نكتبو حرف الياء كنرسمو نصف دائرة صغيرة في اتجاه اليسار، ثم بدون رفع اليد نرسم نصف دائرة كبيرة في اتجاه الأسفل بحال هكذا. من بعد كنوضعو تحتو نقطتين بهذا الشكل. ياء. قرأوا معايا. ياء ياء ياء. حرف الياء كنكتبوه هكذا. كتبوا معايا. ياء. ياء. نعم حسن جدا. لنتعرف الآن كيف ننطق حرف الياء مع الحركات. نبدأ بالفتحة. لقراءة حرف الياء مع الفتحة دائما كنفتحو فمنا هكذا. يا. عودوا معايا. يا يا يا. يلا كتبوا معايا. يا. يا. الآن نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الياء مع الفتحة. يد. الآن حرف الياء مع الضمة. لقراءة حرف الياء مع الضمة كنجمعوا فمنا هكذا. يو. عودوا معايا. يو يو يو. كتبوا معايا. يو يو. نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الياء مع الضمة. يصفق. الآن حرف الياء مع الكسرة. لقراءة حرف الياء مع الكسرة كتبتسم هكذا. يي. عودوا معايا. يي يي يي. كتبوا معايا. يي.
يي. الآن نتعرفوا على كلمة كتبدأ بحرف الياء مع الكسرة. مصايد. الآن نقوم بالتذكير للحرف. حرف الياء. عودوا معايا. ياء. 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 الآن نقوم بتذكير للحرف مع الحركات. حرف الياء مع الفتحة يا. 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 يد. حرف الياء مع الضمة يو. 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 يصفق. حرف الياء مع الكسرة يي. 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 مصايد. الآن نجمع الحرف مع الحركات. يا. يو. يي. يا. يو. يي. يا. يو. يي. مراجعة. فينا هو يو. نعم، حسن جدا. يو هو الياء فوق ضمة. فينا هو يي. نعم، حسن جدا. يي هو الياء تحت كسرة. بسلامة أصدقائي، نتلقى المرة الجاية مع حروف جديدة.